وقت البديل، فاركو في طريقه لتسجيل انتصار ممتاز ومهم جدا. ادي الكرة للامام، يهرب فيها مصطفى، سلام على الاستلامة برجله اليمين، مصطفى سعد ميسي عدى، ميسي عرضية خطيرة خطيرة تاني، لا 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 لا، المطالبة بضربة جزاء، ضربة جزاء، ضربة جزاء لزد في الدقائق الاخيرة، في الدقيقة قبل الاخيرة هيراجعها في الفار، راح تساب من الكابتن وليد ضربة جزاء، ننتظر، يقول لك اهدوا هراجعها في الفار، لو مش ضربة جزاء هلغيها، لو ضربة جزاء هحتسبها. هو يوم الاهداف الاخيرة، الاهداف الدقائق الاخيرة، هل فيها دفعة من 19 محمود عماد؟ هل ترتقي اللمسة دي لضربة جزاء؟ هل ترتقي اللمسة دي اللي شفناها بالسلو موشن دي يعني لضربة جزاء؟ خلينا نستنى ونتابع، خلينا نستنى ونتابع. هو في لمس، ادي الكرة اهي، هل فيها دفع من عماد ولا مجرد سندة كده على ظهر اللاعب رأفت خليل؟ خلينا نستنى ونتابع احتساب ضربة جزاء لزد. ادي الكابتن وليد بابتسامة، كابتن مجدي، وهل تم تأكيد ضربة الجزاء؟ هو بص يعني ناصر، عمرو ناصر بيتكلم معاه بيقول له، هو هيقول لي شوفها الكورة اللي فاتت، شوفها اهي، هل القدم فيها عرقلة؟ القدم مش الايد، سيبك من السندة، الرجل اليمين لعماد، هل عرقلة اللاعب رأفت خليل؟ كورة امام حضراتكم، هم موقفين الكورة، شوف على ايه رجله وهي بتخبط في رجل اللاعب رأفت. حكم اللقاء برضو الزاوية دي صعبة شوية، لو في زاوية تانية ممكن يحكم عليها يعني بطريقة افضل من كده. هو حصل تلامس، شوف حتى رجل رأفت خليل ورجل اللاعب عماد. خلينا نسيبها لحكم الفار ونسيبها لحكم سيتم إلغاء ضربة الجزاء. هل سيتم إلغاء ضربة الجزاء ولا تم احتسابها؟ تم احتساب ضربة الجزاء لزد. في اللحظات الأخيرة يتم تأكيد قرار حكم اللقاء بوجود ضربة جزاء لزد اف سي. أوه، على سيناريو قاسي جدا، ضربة جزاء ثالثة لزد بعد واحدة وتعادت. ممتعة، بنشكر الفرقتين على هذه المباراة والوجبة الكروية الدسمة. البنوبي وشيكا، جول جول جول، الهدف الثاني لزد، ويتعادل في الدقيقة 103 عبد الرحمن البنوبي البديل، يبدل أوضاع المباراة ويسجل الهدف الثاني لزد. تصبح النتيجة 2-2 ويتعادل في اللحظات الأخيرة. كم هي قاسية كرة القدم في اللحظات الأخيرة، بعدما صمد كثيرا وتقدم فاركو وعمل ريمونتادا، يظهر زد بصراحة وعمل مجهود يستحق عليه الأهداف ويستحق عليه